أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي منوع بعيدا عن السياسة. عثر على تابوت ومجموعة من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى العصر الروماني تحت مدرسة في كولونيا، وهي الآن محفوظة في المتحف الجرماني الروماني في المدينة. وتمثل القطع الأثرية مجموعة من القوارير والخواتم والألواح. هذا واكتشف التابوت الحجري عمال بناء في أثناء أعمال التنقيب في أراضي مدرسة في كولونيا. ويعتقد أن النعش الكلاسيكية كان تحت الأرض منذ نحو 1700 عام. عرضت الصين في أثناء جولة إعلامية في مقاطعة كويتشو أكبر تلسكوب اللاسلكي في العالم، والتلسكوب الكروي ذو فتحة الاستقبال البالغ قطرها 500 متر والذي أطلق عليه الاسم المختصر فاست، منحته السلطات الصينية اسم عين السماء، وأعلنت إتاحته أمام العلماء إلى جانب لاستخدامه عن بعد. وقال وانغ قيمينغ كبير مفتشي مركز العمليات والتطوير للتلسكوب إنه يمكن للعلماء إلى جانب وضع خطط عن بعد، ويمكن للمهندسين هنا العمل وفقا للخطة ثم إعادة البيانات مرة أخرى. ومن المؤمل أن يسهم فاس في جهود البحث العالمية بعد انهيار تلسكوب أريسيبو الأمريكي. اكتشف فريق من العلماء في معهد الأبحاث الطبية الحيوية بالعاصمة مدريد مكوناً عثر عليه في الشاي الأمازوني المخدر والمعروف باسم أياهواسكا، والذي يرجحوا أن يكون مفتاحاً لعلاج أمراض عصبية كالزهايمر والشلل الرعاشي. وقال العالم خوسي أنجل موراليس غارسيا: لدينا عقاقير لمرض الزهايمر وأخرى لمرض الشلل الرعاشي باركنسون، إنما لا تتوفر لدينا أدوية لردعها، فجميع الأدوية تتعلق بمعالجة الأعراض والتي أنتجت لتحسين جودة الحياة مع المرضى. لكن النتائج الأولية التي خلصت إليها الدراسة الجديدة كانت مذهلة إلى درجة لم نكن قادرين على تصديقها. ابتكرت شركة في طوكيو تصاميم شخصية وفردية لأقنعة الوجه بإعادة إنتاج الوجوه الحقيقية للناس على شكل أقنعة. ويصنع متجر كامينيا أوموتي أقنعة من أعمال مسح ثلاثية الأبعاد لوجوه الناس لتباع بنحو $100 للقناع الواحد. وقال صاحب المتجر شوهي أكاوارا: أشتري الوجوه من الناس العاديين وأصنع منها أقنعة واقعية وأعيد بيعها أو أنسخها ثم أبيعها. ركزت شركة ألمانية جهودها على تطوير بدائل حيوية وهي منتجات لاحقة للأدوية، فنجحت في تطوير مضاد حيوي بروتيني أظهرت الأبحاث نتائج مبشرة لاستخدامه. وأعلنت الشركة الألمانية نتائج الأولية للبحث الخاص بالعقارب بروتيني المدمج بالأجسام المضادة، والذي كانوا يعملون على تطويره منذ نيسان 2020. ويهدف العلاج الذي طور باستخدام تصميم هيكلي أنشئ بالكمبيوتر إلى إيقاف فيروس كورونا في جسم الإنسان. اكتشف العلماء في بريطانيا بالموقع الأثري الروماني الشهير تشيدوورث فسيفساء تشير إلى أن بعض الناس تمكنوا في الأقل من الحفاظ على أسلوب الحياة الغني والمتطور. وأثبت علماء الأثار أن الفسيفساء في فيلا غلوستر شاير
ربما وضعت في منتصف القرن الخامس بعد سنوات من الاعتقاد بأن هذه المنازل هجرت وأحيلت إلى خراب. والفسيفساء عثر عليها في غرفة طعام صيفية ذات تصميم معقد، وحدودها الخارجية عبارة عن سلسلة من الدوائر مملوءة بالورود والعقد بالتناوب عرضية جذابة. افتتح مركز كارتا القايع للتزلج في ولاية بولو شمالية تركيا، أحد أبرز مراكز السياحة الشتوية في البلاد في الموسم الجديد، إذ أتم الاستعدادات كافة للموسم وخاصة الثلوج الصناعية التي تجاوز ارتفاعها المتر الواحد على إثر تأخر تساقط الثلوج الطبيعية هذا العام. وافتتحت مسارات التزلج بعد تزويدها بالثلوج الصناعية، توفر للسياح فرصة الاستمتاع بالتزلج بالدرجة نفسها التي تؤمنها الثلوج الطبيعية. تمكنت شركة تركية من إنتاج مظلات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية، ليبدأ استخدامها من الصيف المقبل على شواطئ البلاد. وطورت شركة سي دبليو إنرجي الأبحاث والدراسات لإنتاج مظلات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية، وزودت الشركة المنتجة المظلات بحماية تلقائية للبطاريات عند الإيقاف والتشغيل، مما جذب اهتمام قطاع السياحة. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. متسلقاً كرسياً ومحتضناً أدوات الخط وسط ساحة إحدى المؤسسات الجامعية بمحافظة القيروان وسط تونس، يضع الفنان التشكيلي صفوان ميلاد بكل ثقة ومرونة آخر اللمسات الفنية على لوحته الجدارية المزدانة بالحروف العربية والألوان البديعة. الفنان الثلاثيني يقف متأملاً ما أنجزت أنامله من بعيد، وقلبه متعلق بعمله البديع الذي جعل جدران القيروان وقبابه تتألق بالخط العربي ورسوماته. ويعيد صفوان النظر في جداريته من جديد مرات ومرات، مضيفاً إليها لمسات دقيقة من حروفه أو مازجاً لوناً يفيض بالحياة. وهذه الجدارية هي لوحة جديدة تضاف إلى أعماله، جامعة بين الخط العربي والفن التشكيلي. جمع الخطاط المبدع في هذا الفن بين خلفيته الثقافية والحضارية التي ارتوت من الموروث الحضاري القيرواني وتفاصيل الفن المعماري بأشكاله وزخرفته من جهة، وبين ما نهله من تكوين فني على يد والده الفنان التشكيلي خالد من جهة أخرى. يبدي الفنان هنا حرصه الشديد على حفظ الذاكرة الثقافية العريقة لمدينة القيروان وصون الخط العربي الذي يمثل هوية حضارية عربية، حيث رغب في جعل لوحاته الفنية مفتوحة لعموم الناس في الشوارع والساحات دون قيود الفضاءات المغلقة، ليجعل من كل جدارية معرضاً دائماً ومتاحاً. كما اختار صفوان تجميل الخط العربي بألوان تفيض بالمعاني وتعطي الحروف إيقاعاً نابضاً بالحياة، حتى أثمر دمجه المميز للألوان والحروف لوحات فنية تهمس لمشاهدها بأسرار وذكريات وتوقد فناً كامناً فيه.
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم في حلقة اليوم عن أهم المفاهيم الطبية الخاطئة حول أمراض القلب. طبعا هناك مفاهيم للأسف طبية أو مفاهيم شعبية كتير خاطئة حول ما هي أمراض القلب وطريقة التشخيص، وسائل العلاج، حول الأدوية، حول طرق الوقاية. أهم شيء المريض يحاول قدر الإمكان يكون قريب من وسط طبي. المريض ما يعطي لنفسه وصفات طبية أو من جاره أو من أخوه أو من أي شيء. لا توجد حالة قلبية تشبه الحالة الأخرى. كل مريض يعتبر حالة قلبية منفردة. دواء الضغط للجار لا يجوز أن يأخذه المريض، أو دواء الأخ أو ما هنالك. ليس كل مرض، أهم شيء بالتعريف الأمراض القلبية، أمراض القلبية كلما نقول مريض قلب، ليس كل مرض قلب يشبه المرض القلب الآخر. فهناك تكون هناك أمراض قلبية خفيفة جدا، ويجب أن لا يقال عنها أمراض مثل تدلي الصمام التاجي أو الارتفاع الخفيف أو في الضغط الشرياني. المريض لا يعتبر مريض قلب، بينما هناك أمراض فعلا تعتبر أمراض قلب، كالإصابة بشرايين العضلة القلبية أو الدسامات أو قصور القلب. الأمر الثاني هو الأعراض. ليس كل ألم كما تكلمنا في حلقات أخرى، ليس كل ألم على الصدر هو ألم قلبي. الألم القلبي ليس ألم ناخز ولا يشار له بالإصبع ولا يأتي على الراحة عادة. الألم القلبي كما تكلمنا بمختصر هو ألم ضاغط عاصر ينتشر على مساحة كبيرة من الصدر، ينتشر إلى مناطق أخرى ويزداد بالجهد. هاي نقطة مهمة جدا، لأنه قد يأتيني مريض يقول دكتور أنا عندي ألم صدري، بس أمشي أو أطلع درج برتاح، أو بس أطلع. هذا على الأغلب ليس مرض قلبي أو ليس عرض ناتج عن مرض قلبي. هناك مفاهيم خاطئة أخرى من ناحية وسائل التشخيص. فالمريض للأسف قد يقيس ضغطه هو لنفسه، أو يقيس ضغطه جاره أو صديقه، ويعتمد على هذا القياس ويكفي. في ياخذ، قد ياخذ علاج لوحده او يذهب للطبيب خائفا، ويقول الذي ياخذ الضغط او الذي مؤهل انه يقول لك انه عندك ارتفاع توتر شرياني او انت مصاب بامراض قلب هو طبيب القلب. هذا شغله مهمه جدا جدا. طبعا هناك مفاهيم خاطئه في طريقه قياس الضغط. الطبيب يجب ان يشرح للمريض او الممرضه او اي حدا ملم في قياس الضغط، يشرح للمريض طريقه قياس الضغط. كثير بيجينا مرضى خايفين، طالع الضغط كثير عالي عندهم، لما نقيس لهم ضغطهم بيطلع ضغطهم كويس وما في داعي للتوتر، لانه كان طريقه القياس او طريقه استعمال القياس الميزان الضغط كان خاطئا. هناك مفاهيم خاطئه في طريقه في تشخيص الامراض، مثل مفاهيم العالم عن القسطره. يعني مثلا احد الشغلات اللي تكلمنا عنها سابقا، القسطره وسيله تشخيصيه وليست علاجيه كمرحله اولى. طبعا تحول الى علاجيه اذا اردنا في مرحله ثانيه، وهي اجراء سهل ليس عمليه، لا يحتاج الى تخدير عام، المريض لا يحتاج الى النوم في المشفى، ولا يطلق عليها عمليه بمعنى كلمه العمليه. طبعا هناك مفاهيم خاطئه اخرى من ناحيه العادات الغذائيه، من ناحيه الرياضه، من ناحيه الشده النفسيه، من ناحية حتى التدخين. في كتير مرضى للأسف يجونا ويظنون أنه التدخين ليس له علاقة بعوامل الخطورة الأخرى، أو يظن أنه إذا مصاب بالسكري ليس له علاقة بالقلب، أو يظن أنه السمنة وزيادة الوزن كمان ليس لها علاقة بالقلب. طبعا هي مفاهيم يجب أن تصلح، وخاصة في مرحلة الوقاية، لأنه المريض اللي بيعمل وقاية اللي عنده مفهوم صح لأمراض القلب والوقاية منها بالتأكيد سيؤخر أو يمنع الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند المرضى اللي عنده عوامل خطورة. يعني المريض الذي يمارس الرياضة في وقت مبكر، في عمر مبكر، المريض الذي يضبط سكره كويس، المريض الذي لا يحافظ على وزن جيد وعلى حياة فيها نوع من الاسترخاء، ويعمل مراقبة دورية لكوليسترول وشحوم الدم، بالتأكيد هذا مريض بإذن الله عرضته للإصابة بأمراض القلب وشرايين القلب والأوعية المحيطية أقل بكثير من المريض اللي عنده مفاهيم خاطئة وعنده إهمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.